للمزيد من التفاصيل حول تأثير ارتفاع أسعار البترول إلى ما يزيد عن 75 دولار للبرميل على الاقتصاد المصري، معنا على الهاتف المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق. أهلا بك مهندس أسامة دائما ومجددا على شاشة أون لايف. بداية نريد فهم ما معنى أن الحكومة ستتحمل 100 أو أكثر من 100 مليارات جنيه نتيجة هذه الزيادة؟ هو ده الرقم اللي بنسميه، مساء الخير عليكم. أهلا فندم. هو ده الرقم اللي بنسميه الدعم. الدعم هو فرق التكلفة ما بين، هو الرقم اللي يعني هو الفرق ما بين سعر التكلفة الحقيقي وسعر الفعل للجمهور. فاحنا لو جينا بصينا بحسابات الفرصه البديله زي ما بنقول، بس مش هنلجا لها لان احنا هنا الناس ما بتقبضش بالارقام العالميه او بالمرتبات العالميه. ما نريد فهم ما معنى الفرصه البديله اصلا. لا بس هي عشان خاطر نقول المقدمه شكلها عامل ازاي. احنا بنستهلك حوالي 80 81 مليون طن وقود في السنه. متوسط سعر طن الوقود ما بين 500 ل 550 دولار، فهناخد على الحد الادنى اللي هو 500. فنجد ان الرقم ده بيوصلنا لحوالي 40 41 مليار دولار. يعني لما نيجي نبص في الرقم ده من الناحيه العمليه بالجنيه المصري نلاقينا بنتكلم في اكثر من 3 ارباع تريليون. ده سعر المنتجات البتروليه في السنه. نظرا لان احنا بننتج محليا حوالي 2/3 وبنستورد 1/3 من بره، التكلفة بتنزل هذا الرقم اللي هي السعر البديل يعني بينزل تقريبا للنص. فاحنا عندنا منتجات بترولية بتتباع في السوق ما بين 20 لحد 22 مليار دولار. ده بقى سعر تكلفة حقيقي. 20 ل 22 يعني بنتكلم في حوالي 370 مليار جنيه مصري. ما يتم بيعه في السوق متوسطه 5 جنيه. نعم. ما بين بوتاجاز وسولار وبنزين وكله متوسط وغاز متوسطه 5 جنيه تقريبا للتر، يعني بنتكلم في 5000. فالرقم دوت هتلاقيه بيعمل في حدود 250 240 مليار جنيه حجم المبيعات. الفرق بتتحمله خزينه المواطن. انا هنا مش عايز اقول خزينه الدوله لان الدوله ما عندهاش ايرادات، الدوله ايراداتها هي المواطن نفسه. هو اللي بيشتغل وهو اللي بيضخ ايراداته في خزينة الدولة عن طريق الانتاج. فاللي بيدفع هنا الفرق ده هو المواطن، بيدفعه تحت بند اسمه ايه؟ دعم. مشكلته انه بيروح في دعم سلعة وليس دعم المواطن مستحق للدعم. فهنا بنجد انه الغني بياخد لتر السولار ب 3 جنيه و60 قرش والفقير بياخده ب 3 جنيه و60 قرش، مع ان فرق الحياة المعيشية والدخل كبير جدا. فمن هنا ميزان العدالة المجتمعية مقلوب. مش صحيح. وعشان كده دايما بننادي بان الدعم يوجه لمستحق الدعم عن طريق منظومه الكروت الذكيه اللي هي واقفه لغايه دلوقتي وما اشتغلتش. كل ما بتيجي موجه من زيادات الاسعار نتيجه سواء تحرير سعر الصرف او ارتفاع اسعار الوقود عالميا وتاثرنا بيها او زياده الاستهلاك المحلي مع عدم كفايه الانتاج المحلي، بتحصل هذه الموجه من الـ 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 حاله اللي بنسميها الاحتقان، نتيجه ان احنا زي ما بنقول احنا هنا كل الناس بتاخد المنتجات البتروليه. تخيلي ان انبوبه البوتاجاز مثلا تكلفتها الحقيقيه 6 دولار، 6 في 18 بنتكلم في 108 جنيه. نصها مستورد ونصها مصري. بتتباع ب 30 جنيه، مين بياخدها ب 30 جنيه؟ اماين الطوب بتاخدها ب 30 جنيه. والمواطن الغلبان بياخدها باكثر من 50 جنيه. كمان مستحق الدعم في هذا امين الطوب بتستهلك في اليوم الواحد 200 انبوبه بوتاجاز. نعم. استهلاك الاسره في الشهر انبوبتين بوتاجاز، يعني انا باخد استهلاك 100 اسره شهريا اديهم لامين الطوب. فهذه الامور تحتاج الى يعني وقفه كبيره جدا مع المستخدمين الغير طبيعيين، ولا بد من تقسيم الفئات المستخدمه الى شرائح اسوه بما فعلناه بالكهرباء. انا بقسم الشرائح كل شريحه على حسب استهلاكها وعلى حسب نمطها الاستهلاكي وحسب قدراتها الشرائيه تاخد بالقدر الذي تستطيع ان تدفعه. طيب انا ما اقدرش اقول للمواطن البسيط اللي بيركب ميكروباص في اليوم استهلاكه 2 لتر سولار مثلا بكتيره، يعني لو انا قلت له النهارده لتر السولار 8 و10 جنيه
وهو حاليا بيتحط ب 3 جنيه و60 قرش، يبقى انا مديله في اليوم 7 جنيه، افترض ان انا مديله 7 جنيه دعم في اليوم. في 30 في الشهر بقيت بديله 200 جنيه دعم وقود. تعالي نبص بقى على مواطن ثاني بيستهلك سولار او بنزين مثلا في حدود 4-5000 لتر في الشهر. فاحنا بنتكلم ان ثمنه 50,000 جنيه، هو بيدفع ثمنه 25,000، فانا مدعمه ب 25,000 جنيه. اذا مقلوب، لا علاقه له بالعداله الاجتماعيه ولا بالدعم ولا باي شيء. طيب هنا القصص دي لابد من ضبطها عن طريق شرائح تتحكم فيها منظومه القروض الذكيه. طيب هنا مهندس اسامه، ربما مثلا بيتبادر سؤال حتى حين رفع جزء من الدعم في المره السابقه، انه بيقال طيب بنزين 80 لماذا بيرفع عنه الدعم؟ ما يبقى مدعوم كما هو، ونبدا من رفع الدعم من 92 الى ان نرفعه نهائيا عن 95 مثلا يعني. ما لا يعلمه الكثيرون، صحيح، ما لا يعلمه الكثيرون انه لا يوجد بلد في العالم ينتج بنزين اسمه بنزين 80 سوى مصر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، استهلاك البنزين التمانين يمثل 50% من استهلاك البنزينات بوجه عام. نمرة تلاتة، لا يوجد عدد سيارات في مصر يستهلك هذه الكمية من البنزين التمانين، ولكن يتم تهريبه وتسريبه لاصحاب مصانع البويات اللي بيصدروا بره. فانا بدي مصانع البويات اللي بتصدر بره بنزين 80 مدعم، هو لا يذهب الى مواطن مستحق ايضا. يا ريته كان بيروح لمواطن مستحق كنا سبناه، لكن هو لا يذهب الى مواطن مستحق. طيب نحن مررنا بموجة يعني رفع الدعم، لماذا لم يتحقق كل ما ذكرته مهندس أسامة؟ لماذا لم تكن هناك في قروض ذكية؟ لماذا لم يتم ضبط السوق كما ذكرت؟ هناك فئات مستفيدة من عدم تطبيق منظومة القروض الذكية، وهي الفئات التي لا تريد الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، لأن هذه الفئات أول ما هتبتدي يخش في رقم، أول ما يخش في منظومة القروض الذكية، يبقى أولا لابد أن المركبة اللي هو بيسوقها معها ترخيص. هنجد أن هناك فئات ليس لها ترخيص، بعض الميكروباصات والسيارات النص نقل وكل التكاتك بلا ترخيص. هنجد أن هناك من ياخذ البنزين ده ويبيعه بعد كده بالجراكن. فهناك فئات مستفيده من عدم تطبيق المنظومه. طيب وبعدين وماذا بعد؟ طيب لابد من وجود اليه يبقى فيها شيء من الحزم لمواجهه هذا الامر. يعني طيب، يعني وبالتالي ما الذي بننتظره الفتره المقبله حتى يكون هناك هذا الحزم؟ برضه يعني مش الحزم الواحد اللي هيعمل النتيجه اللي كلنا بنأملها، ولكن في لازم يبقى في حاجتين. انا كمان يعني انا مش كل حاجه ببتدي اخف الدعم شويه، انا لازم انا كدوله ابتدي اعمل اجراءات لحد الاستهلاك من الوقود بطرق اخرى. بمعنى ايه؟ انا النهارده عندي العربيات اللي شغاله بالوقود البترولي السايل، المشوار ال 400 كيلو ولا 300 كيلو مثلا بيستهلك صفحتين بنزين، ثمنهم مدعمين 200 جنيه وغير مدعمين تكلفتهم 400 جنيه. هذه السيارات لو تم استبدالها بسيارات كهرباء، لو سمحنا بدخول السيارات الكهرباء وديناها بعض الحوافز والميزات من افاق جمركيه وضريبيه لمده 5 سنوات، هنجد انه نفس ال 300 كيلو دول بيروحوا ب 2 كيلو كهرباء، 2 كيلو وات كهرباء، ثمنهم عالميا، ثمن الكيلو وات عالميا 15 سنت. يعني بنتكلم في 30 سنت، 18 ب 5 جنيه ونص مقارنة ب 200 جنيه. فهنا ايا كانت الضرائب والاعفاءات الجمركية اللي انا هديها لمستوردي او مستخدمي السيارات الكهربية لا يقارن بما اضعه في كهرباء في 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 استهلاك وقود بترولي. ايضا لابد ان اعظم واساهم واشجع وامول مشروعات السخانات الشمسية والطاقة الشمسية اللي فوق اسطح المنازل عشان اقلل استخدام الوقود البترولي. النهارده محطات الكهرباء بتستهلك اكتر من 60% من الوقود البترولي، من اجمالي الوقود البترولي، وده رقم كبير جدا، رايح منه 70% فقط لاستهلاكات المنازل والاغراض التجاريه. فلابد ان انا اخف هذا الضغط. فالقصه لا تاتي فقط من ان انا احرك اسعار، لا، انا عايز اغير نمط وسلوك استهلاكي ايضا، واوجهه ناحيه حاجات اخرى تكون اقل استخداما، الى جانب عمليات التوعيه المستمره زي ما بقول. ولازم المواطن يبقى فاهم ان الدعم هو بيدفعه من جيبه. ما في الحكومه ما عندهاش ايرادات، الحكومه ما بتجيبش ايرادات من عندها. الحكومه بكل ما فيها
من اول اصغر وزير الى اكبر مسؤول في الدوله، دول بيعملوا عند الشعب لاداره محفظته. يعني الحكومه ما بتجيبش فلوس من عندها، دي فلوس الشعب وهي بتدير فلوس الشعب. أنا بشكرك، يعني الحديث بيطول ولكن أنا وقتي قصير دائما. المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، شكرا جزيلا للإفادة.